السيد الرئيس جامعة الشهيد السيد عباد الدكتور الخلال المحترم السيد أبو الدكتور الشهيد المجاهد ممثلين الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي اللي واجدين معنا السيد الوالي الأخ وكذا قائد الأعمال إطارات سياسية وتنظيمات الحكومية والمجتمع المدني الجزائري المنتخبين المحليين لمدينة الجزائر الوسطى الوفد الصحراوي المشارك في الأسبوع الثقافي والأخوة أخواتي إخواني كذلك أود أن أحيي بصفة خاصة سعادة السفير سفيرة النمسا لحضورها معنا في هذا اللقاء بالذات لأننا ما جيناش نتكلموا على الاقتصاد وعلى دولة العالم ولا على المحاور الكبيرة الاجتماعية جايين نتكلموا على شيء أخلاقي شيء تاع حركة التحرر والاستقلال يعني قيم نبيلة تاع الإنسانية وهنا يعني نشوف الحضور ممثل هذا البلد يعكس تمسك بلدنا ينحيوها بهذه القيم وهذه المبادئ الإنسانية اللي نتبناها تكون فعالة وتحمل كل البلدان الأوروبية والعالمية. أخواتي إخواني لقاءنا هذا يأتي في ظرف والشعب الجزائري يحيي ذكرى 51 الاستقلال لأن عندما نتكلم على حركة البحر ونتكلم على الاستقلال هي مرتبطين مع بعض لأن حركة التحرر لجبهة التحرير والجيش التحرير في الجزائر كان هدفها وغايتها هو الحرية والاستقلال وبالفعل نلنا استقلالنا ولكن استقلال الكفاح ومقاومة الشعب الصحراوي وحركة التحرر عفوا الشعب الجزائري حركة التحرر بتاع الشعب الجزائري كانت مش فقط من أجل تحرير الجزائر كان بالدرجة الأولى من أجل استرجاع السيادة الوطنية وتحرير الجزائر ولكن كانت كذلك عندها بعد تحرير إفريقيا ودعم لكل قيم التحرر في العالم ومن هذا المنطلق الجزائر المستقلة جعلت من أولوياتها النظرية حقيقة حب الوطن ولكن التمسك بمبادئ التحرر والحرية وهو الدفع يخلى الشعب الجزائري يمشي ويسير ويقف إلى جانب كل حركة التحرر في أنغولا أمبيرا أنغولا في سواكو ناميبيا لاين سي تاع جنوب افريقيا بي اي جي سي تاع غينيا بيساو فرينيمو تاع موزمبيق زانو وزابو تاع زيمبابوي في حركه التحرر تاع اريتريا في مع فلسطين ومع جبهه البوليزاريو وكلهم كانوا دائما قلعه الخلفيه تاع النضال والدافع والدعم القوي الشعبي في قلب الجزائر مما جعل الجزائر يعني نعتز ونفتخر بها جعل أنها تكون عندها لقب هي مكة الطوار وقبلة الحرام وهذه جاءت مش من عند الشعب الجزائري الشعب الجزائري قاوم من أجلها ولكن اللقب هذا جاء من عند حركة التحرر يعطتها الصفة المستحقة للجزائر وللشعب الجزائري واليوم مش هنطول لان كلنا نعرفوا البعد تاع اللقاء هذا هو الهدف وهذه هو القيم الاخلاقيه الوفاء نتاعها لثوره نوفمبر انها ثوره شعبيه ضحى من اجلها من الشهيد هذا هو القيم اللي خلونا نواصلوا نضالنا نضالنا كان دائما ضد نضال ضد انظمه وضد ممارسات وسياسات غير أخلاقية لأنها كانت مناهضة لطموحات الشعوب وكان دائما تهدد السلم والأمن
وتريد الاستغلال تاع الشعوب واحتلال الاوطان واستغلال الثروه الطبيعيه. ما هم هذه الانظمه وما هم الاشكال الممارسات السياسيه غير الاخرانيه؟ عندهم اسماء، عندهم عناوين، عرفنا مع مختلف ولا زال. هما الامبرياليه، هما الاستعمار، هما الميز العنصري لابارتيد، هما الصهيونيه. وهذا الاقطاب هذه وهذه الانظمه وهذه الاساليب غير الاخلاقيه وهذه السياسات اللامسؤوله اللي تضرب مصالح الشعوب، الجزائر كان دائما عندها موقف ثابت. وهنا ناكد شيء، عندما تعلق بالامور هذه بالامور تصفيه الاستعمار في الجزائر، حاجه مميزه ولاحظوا بشهاده كل العالم وبشهاده كل الملاحظين وبحركه التحرر حتى الناس يرى معنا في القاعه، ما كانش موقف حكومي وموقف غير حكومي. لان عندما تعلق بالوفاه تاع نوفمبر برساله الشهداء بالوقوف مع قضايا حركه التحرر، كان دائما موقف واحد في الجزائر، موقف شعبي مساند لقضايا التحرر من اجل الحريه والاستقلال ومناهض. انتم شفتوا يعني كل ما حتى موقفنا من اتجاه الميز العنصري ما بقاش يعني فقط نضال شعبي وفي في المحافل الوطنيه او الغير الحكوميه، حتى في المحافل الدوليه نذكروا المواقف الجزائريه فيما يخص طرد لابارتيد. وقت انا ذاك كان رئيس بوتفليقه ووزير الخارجيه، طرد لابارتيد من الامم المتحده ووقوف الى جانب لاين سي واحتضان الجزائر لفونديلا الرمز يعني الكفاء نتاع ميزة العنصرية في جنوب افريقيا. كذلك فيما يخص فلسطين، خاليا يعني باللغه العربيه وابو عمر الله يرحمه بكلمه في الجمعيه العامه للامم المتحده واعلاء صوت الحق الفلسطيني، ثم يعني وقوفنا مع كل حركات التحرر واستضافتها لنا في الجزائر ودعمها بكل الامكانيات. واليوم هذا هو الدفع اللي ناكدوه من هذا المنبر، احنا نناقشوا على حركه التحرر اللي خلانا نبقى واقفين علانية مع كفاح ونضال الشعب الصحراوي، لانه اخر قضيه الاستعمار مصنفه كذلك ومعترف بها كذلك من طرف الامم المتحده والمجموعه الدوليه. وبنفس الثبات وبنفس العزيمه لازلنا نواصل تضامننا مع الشعب الفلسطيني، لان الجزائر عن طريق لسان المرحل هو ربودي كانت كلمتها واضحه، كلمتها شعبيه ومدينه راح، ولكن كلمه مازالت موصله ومسانده مازالت موصله. نحن مع فلسطين ضربه ومظلومه ونحن مع الصحافه الرياضيه. نزيد فقط اننا ما دام نتكلموا على سجل البلاكا، يعني نتمنوا احسن تكريم ليه اللي هو اننا كلنا كمؤمنين والجزائر تحيي عيد استقلالها، اننا نطلبوا عز وجل ان يشفيه امين يطول في عمره ويخليه للجزائر قدوه امين ويخليه لعائلته يعني على الاقل رمز. واذا كان موته حق يعني قضاء وقدر، نطلب له ان شاء الله الشفاء العاجل والا نربي لاقيه في الجنه، بيت في الجنه في اعلى يعني، لان انسان مناضل ونشهد يعني من الصغر هو من الناس اللي اعطونا يعني الرساله باش نوصلها لهم في كفاح ونضال وفي حق كل التكلم.